اوكي، انتهينا من المرحلة الأولى اللي تعلمنا فيها بعض الأساسيات، كأنك كيف انك تبدي وانك كيف ترجع الهيلث حقك بالدينكري او المويه. جود كفر. اوكي، باينوكلرز جود، نيو بايو باينوكلرز. Story missions: drive to Chum's hideout to continue the story. Okay, أظهر الهايدوت المخبأ حق Chum Bucket. هنا طبعا اللي عليه علامة تعجب. New bio: Otter Graves. An ancient seabed. I'm not sure. No, but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. Okay, خلنا ندخل المخبأ نشوف وش يبون مننا. يا وصلنا المخبأ. Chum Bucket's hideout. When you're ready, Saint, my holy hideout awaits. Okay, خلنا نمشي ورا الأحدب. See your saint, huh? A dream, a hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge joint blessed be, there she lies, the magnum opus. والله الأحدب هذا مو بين. There she is. This ain't a car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired, she wills herself upon this world. Look! See, here, divine meets driveshaft in a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You might say with that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Hell yeah! ليش يتكلم كده هذا الشم باكيت؟ والله محير، ليش يتكلم كده؟ هو في شيء. Springs, shocks, and links too. It's gonna be eight cylinders, nothing less. We'll get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Show me where it is. Come, no time like the present. Come on, Saint. We must go. Yeah, we should. اوكي، اتوقع الان ان لازم تدور بادي للموتر هذا. طبعا ما بتمشي بالموتر هذا زي كذا. اوكي، نيو بايو ميجنام اوبس، هذا طبعا اسم الموتر اللي معي. درايف تو ذا جريف يارد. اوكي، الماب بريس. اوكي، اذا كنتم تلعبون على PS4 طبعا لازم تضغطون على الباد نفسه، تاتش باد، اللي بيطلع لك الخريطة. وانا اذا قاعد تلعب اكس بوكس ما في التاتش باد هذا. عندك الزر هذا اللي تضغطه ويطلع لك الميب. خلنا انزل هنا اشوف، لان هنا في الظاهر في هايد اوت للسكافنجرز. نيو انمي سكرابر. طلع لي واحد. اوكي، تشين سترايك. واحد، اثنين، يلا هذا الثالث. اوكي تمام. احلى شيء يوم يطلع السلو موشن هذا، قاعد اوف 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 اوف، لما انت قاعد كذا تضرب واحد، عرفت؟ طلع لي كذا سلو موشن كذا، عرفت اللي هو يشفي غليلك وانت قاعد تقتل الناس. خلني ازرف هذا. اوكي، لوتينج 5 سكراب. اوكي، ماجنم اوبوس. ماكس نيدز ذا ماجنم اوبوس تو كومبليت ذيس ميشن سو كيب ات نير باي. اكيد بخليه يجمع، انا بس جيت هنا اشوف وش الاوضاع. باقي لي سكراب ثانيه واخلي اللوكيشن لوتد 100%. وين الثاني؟ وين الثاني؟ اوكي، هذا قتلته انا قبل شوي، طبعا ما عندي شيء.
اوكي هذا الثاني. لوكيشن 100% لوتد. زرفت المكان ما عندي شيء ثاني ازرفه. طبعا زي ما قلت لكم ترى مفيدة هذه، بعدين تعرفون وش فائدتها. طبعا هم يقولون انها اختيارية بس هذه نصبة، انت لازم تجمعها كذا ولا كذا عشان تطور. اوكي رجعنا للماجنم اوبوس، خلنا نرجع للستوري ميشن، ريل ستوري ميشن درايف تو جريفيارد. طبعا مبين عندكم الخريطة الصغيرة هذه اللي على اليسار، اذا حصلتم الدائرة الخضراء او اذا حصلتم علامة تعجب دائما وجه على المكان. اكره ما عندي في الالعاب اللي تكون فيها العوالم مفتوحة انك تمشي بالموتر، تحس المكان طويل ولو عطيتها فاست ترافلينج ما يسعفك. اوكي فيو لو. والله حاطينه كله من جد. اوكي الحين اكيد بيخلوني اروح ادور على الفيول. اوكي درايف تو جريفيارد اوبجكتيف كومبليتد. اوكي فاين فيول فور ذا ماجنم اوبس. زي ما توقعت طبعا يبغونك شو اسمه تعبي، لازم تدور لك على بنزين ولا كيروسين ولا غاز ولا اي شيء. اوكي هذا هو لقيته فاضيه. اوكي ام تي خلنا ناخذ لنا سكراب هذه. 1 of 2 2 of 2 location looted 100%. Whoever was here is long gone now. اي والله ما لنا نصيب يا اخوي. خلنا نحول قدام عند الاخضر هذا، الظاهر ممكن نحصل لنا علبة شيء. اوت اوف فيول خلاص كذا يعني على الزيرو. اكيد بتحطون ناس ما تخلوني اخذ هذا بكيفي. اوب 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 والله ما توقعت ادخل عليه زي كذا بس يستاهل صراحة. لا قال لك يرمي حجر. لا اوكي والله كويس صديتها. قال لك يرمي حجر يعني. طبعا الصده بالواي يا عيال. ها خلاص خلاص مات الرجال. خلنا نزرفه لوت. اوكي خلنا ناخذ السكراب هذه. باقي سكراب ثانيه. خلنا نزرف الرجال هذا. اوكي عندي البنزينه هنا، خلني اروح اعبي. طبعا نيو بايو فيول كان ياهو. خلنا نشوف الظاهر لازم تضغط. اوكي لازم تضغطون اكس عشان يسوي لك الريفيول. رهيب والله رهيب رهيب حلو. اوكي عبينا هذه. والله انا فكرت فيها، خلني اخذ لي احتياطي ثاني لان وش الوضع هذا؟ كل شيء نظام بقعد اعبي ترى بثاره. خلني احط هذه عندي هنا بس بصراحه خلنا نشوف هل يتعبى ولا اوكي اوكي ما يتعبى تحطه وخلاص. يلا ما علينا. كان سامع صوت يمكن في احد ولا شيء. او خلنا نشوف اذا يمدينا نحط واحده ثانيه ولا ما يمدي، او يمدينا اعبيها ولا ما يمدينا اعبي. اها طب يمدينا اعبي؟ ما عبى شيء. الله وسخ المصمم. يلا ما علينا واحده تكفي. خل ارجعها مكانها ولا ارميها. اروح اشوف لي السكراب الثانيه، الظاهر في سكراب ثاني هنا. ايوه زي ما توقعت هذا سكراب الثاني. لوكيشن لودد. يلا يا خوي اخذنا كل شيء اللي نبغاه. خل نرجع للموتر الماجنم اوبس، نبغى نشوف المهمات اللي علينا. لكن طبعا بوجه على الاخضر اذا انتم ملاحظين حتى على المكان نفسه في على الخريطة
حتى بدون النقطة الخضراء في مكان أخضر تمشي عليه عشان يعرفك إنك ماشي على الطريق الصح ولا لا. أوكي يا ضال لازم نلف يسار من هنا. جود جود جود. اوكي وش مكتوب؟ weak gate remaining distracted or restricted. اوكي destroy the gate الظاهر الفيول اللي اخذناه معنا. اوكي زي ما توقعت اللي اخذناه معنا هو اللي هذا بيساعدنا ان نفجر الباب هذا وندخل داخل. انا اقول ارمي. ولا احطه هنا. اوكي ومعي مسدس معي طلق خلنا نطلق عليه وكسر الباب. فجرت الباب. اوكي الامور تمام. المفروض سمبتيك. خلنا ندخل الفيكل. فاين ا كار بادي. انا اقول خلنا نشوف كان في باب خلفي لللوكيشن اللي انا ابغى اروح له. ممكن افاجئهم اباغتهم فجأة من الخلف عرفت. بدل ما اروح من قدام ويكشفوني لا اروح من ورا واختلبهم. بس شكل الخطة لم تفع يا خوي لم تضبط معنا. خلى على ما انه خلى انزل هنا شوي واخذ الفيول هذه ولا اشوف وش الوضع عشان ممكن انه يساعدني. المشكلة والله يمديني احط 10 فيولات بس لا المصمم ما يبغاني الا اخذ واحدة معي. يلا ما يخالف خلني احطه معي احتياط عشان لا سمح الله ابي افجر باب ابي هذا بقعد اتورط بالمرة على الفيول. خلنا نرجع للمكان اللي جينا منه. على فلسفة يا شين الفلسفة. قلت ايش؟ قلت لا خلني ارجع يمكن اجيهم من الخلف بغتة. عرفت اجيهم بغتة. بس ما نفع انا اخوك. Achievement unlocked. اوكي. New bio. Graveyard. Logbook. وراء المكان كذا يا الله. هذه الاشياء الظاهر انها تنفجر. اتمنى انها ما تتحرك عشان يعني صراحة ان الهيلث عندي يشتكي يا خوي. لا هذا اللي ما ابغاه خلنا ادعس. والله الشيء اللي ما تبغاه هو اللي يصير معك دايم. اني اشوف حواري حواري. والله اعذروني على السواقه ترى هم اللي حاطين الهاندلنج كذا ولا انا ترى سواق محترف. اوكي اوكي ماشيين في السمبتيك كل الامور تمام للحين ما في شيء غريب. هذه وتعديناها حتى الواقفه منها اسهل. ما حد طلع لي ما حد هجم علي. قربنا من المسافة. خلنا في يمين يمين ثاني. الله جوا so close.
جنوا فجأة. اشياء هذه مفجرات او النيران او ما ادري وش بالضبط، لكن على العموم وصلنا. انا ادخل يمين، لما ادخل يمين ثانية اوكي وصلنا النقطة اللي نبغاها. Find a car body. There, our prize, ripe for the taking. Go, go quickly. The only way to get up there is through those cave tunnels. اوكي الظاهر انك لازم تختار من الاشياء هذه، بس ما يمدين عد اخذ مرة واحدة، لازم اطلع فوق، لازم ندور لي على مكان اطلع منه. ريج ذا كار باري بلاتفورم. اوكي زي ما توقعت، لازم ندور لي على مكان ما في الا هذا المكان اللي انا اخمن انه صحيح. في واحد انا شفته قاعد يتحرك هنا. ماشي المكان ظلمة يعني، يبغالي خلنا ناخذ السكراب هذي او سكراب. اوكي الزيب لاين الظاهر لازم تنط من هنا وتضغط A زيب لاين. مين هذا اللي قاعد يتحرك؟ فلاش لايت. ما في احد. اوكي هذا اللي انا كنت ابغاه، ابغالي فلاش لايت. صراحة المكان مظلم. Still works too. كان في واحد كان هنا قبل شوي وقلت له هذا. في واحد أكيد بيطلع لي، أكيد ما بيخلوني في حالة زي كذا، مستحيل. أكان مكان ضيق هذا. Another zip line. Hold A. يلا قربنا. اخذ السكراب الثانية هذي، الظاهر هي الثانية. اوكي هي من اصل ثلاثة، باقي واحدة ثالثة. خلينا ننزل الكار بوديز. جود شوفل فيس وايلد هانت ديث رادل دايرولا. صراحة هذي جيدة، الديث رولا او الدايرولا. ايه اوكي اي for the magnum opus. Now we got the card body. Now we got the body. الحين حصلنا على الهيكل اللي نبغاه. ايوه انا اقول لازم تجون يعني، كيف انا اخذ الشيء هذا واطلع كذا من نفسي؟ اوكي رازا ريتلر نيو انمي. هذا اللي طاح منه ظاهر انه سكينة، يمديك تاخذه وتزبر عندك اذا تبي تطاق مع احد. خلني اسحبه، ممكن انه يفيدني وانا قاعد اقتل واحد. لا المشكلة لا المشكلة مو في الضرب، المشكلة انك كيف تتفاده، لان اللي وراك بيجيك فهمت يختلبك زي ذا. يعني انا الحين قربت اموت، يعني احاول اني ايش اضرب واعطيه ايفيد بالار 1 زي كذا. باقي ثلاثة، مو وقته اموت، والله مو وقته اموت، ما ابغى اعيد من اول، ابي اخلصه بالضرب القاضي، اعطيها الشيب فينيشر. ايوه زي ما توقعت السكينة ترى تفيدكم يا عيال. تشين سترايك. Good. Location looted. كل الامور معي. طبعا الليفلنج اب هذا انا بعلمكم بحكيكم عنها بعدين بتفهمون وش الليفلنج اب هذا، وش التوكنز. خلنا نركب الموتر الحين، بس لا اموت بعدين احكيكم زي ما تبغون. اوكي Your objective, escape the graveyard. Car combat. Use LB plus B to aim. Okay.
اوكي يعني بمسدس، بس المسدس اذا خلص الطلقات منه الظاهر لازم اعطيها ريمينج. هذا اذا كان في ريمينج. اوكي اكس زاد الجويستيك، لازم اعطيها اكس وادفه عشان يتفجر او يتعطل. لا ابغى انا اطلع من هنا بس سالم غانم واخلص المشن هذا وبس. خلني اطلق على هذا، والله ما جته طلقه. خلني اعطيها ريمينج، ترى ريمينج ما نفعت معه. واحده اخيره، ما وده يموت ذا، وش موت رضا والله عليه بادي. اتمنى لو كان عندي بادي زيه يعني. اوبا اتمنى لو كان عندي بادي زيه. اوكي اسكيب ذا جريف يارد، story mission complete. وانتهينا من المهمة هذه.